لماذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ فقال عند الدين أكملت، وقال عند النعمة أتممت، وشتان بين الكمال والتمام في اللغة. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال، والشيء التام ما تم بعد نقصان. فقال عند الدين أكملت ليعلمنا حقيقة أن هذا الوحي الذي نزل كان من الأزل مكتوبا في اللوح المحفوظ. فالقرآن بحروفه وكلماته كتبه الله في اللوح المحفوظ. متى كتبه؟ قبل خلق الخلق. قبل خلق الخلق، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني كل المعاني التي ذكرت في القرآن سطرت في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلق، السماوات والأرض والإنسان والجان، ب50,000 سنة. والرب يقسم على أن هذا الكتاب سطر في اللوح المحفوظ، فيقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والكتاب المكنون هو المحفوظ.